فممكن يكون معظمنا ما عملوش، فانا عايز اعمله معاك دلوقتي. افتكر لو انا عندي عمود اهو والله كومبريشن عليه نورمال بس ده والنورمال مومنت، والله الوضع اللي ده عليه نورمال 100 طن بس، وحبيت اصمم العمود. فبعد اذنك عايز افكرك بالتشيكين بتوع الايه كومبريشن. كنا وصلنا كومبريشن ازاي؟ اولا يا جماعه لما نيجي نعمل تصميم عمود احط معاك بقى الخريطه اللي همشي عليها زي ما اتفقنا. اول خطوه اسمها ايه؟ باكلينج ايه؟ لينس اللي هي ال ان وال ايه؟ ال او ال ان بكام دلوقتي؟ 16 وكام؟ وال اوت؟ في حاجه مهمه على فكره قبل ما اكمل. طب انت حسبت ال ان وال اوت؟ فين ال اكس وال واي؟ ولا ايش؟ ما حسبت ال ان وال اوت؟ ايوه ايهما اكس؟ ايهما واي؟ يعني بالنسبه للعمود بتاعك فين محور اكس ومحور واي؟ قال لك محور اكس اهو محور واي اهو. قال لي استفدت ايه كده؟ استفدت اهو ام بلان هيروح حول اكس، اوت اوف بلان هيروح حول واي. ممكن نخلي الكلام ادق يعني الكلام ادق يعني ممكن دايما ما تقوليش ايه ام بلان هو اكس، قول لي ام بلان هو المحور الراسي. تمام المحور الراسي هو الام بلان والافقي ليه يا باشمهندس؟ قال لك عشان مش دايما هتلاقي تسميه كده. هنقابلنا مثلا عمود تو شانل هنلاقي ده اكس وده ايه؟ اتعكسوا يبقى الامبلان ساعتها بقى ايه؟ فايه اللي ثابت؟ الراحه والراسي هو الامبلان والافق هو. نيجي على العمود بتاعنا طبعا هنتكلم اكتر عن تسليه المحاور دي في الامثله اللي جايه السكشن اللي جايه، لكن هنتكلم دلوقتي عن العمود اللي قدامي هو رسمه لي ورسم لي المحور الراسي وسماه اكس، يبقى الامبلان هو اللي بقى ايه؟ بالظبط اكس واوت امبلان هو ايه؟ واي. فهمنا حاجه؟ فايه اللي ثابت تاني اصلا؟ الراسي هو الامبلان. قرارات الحل بقى خطوه 2 اللي هي ديزاين اوف ايه؟ اوف سكشن. واحد ستيفنس واثنين ستريس كونديشنز طبعا. حد فاكر كرنال في السكشن كونديشن؟ لاندا اكس بتساوي ال اكس على ايه؟ لازم تكون اقل من كام؟ لاندا واي اللي هي ال واي على ايه؟ اقل من كام؟ عوض معايا 16 كام؟ 16 و 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 16 1080 على اي اكس اقل من كام؟ من 180 يبقى اي اكس اكبر من كام؟ ما عندناش بقى يا جماعه 2 ايه و3 ايه ده عمود شكله حتى ممكن لسه ما عرفوش لحد دلوقتي ما يهمنيش. بس انا يهمني دلوقتي اقول لك ان انا الاي اكس بتاعك لازم تكون اكبر من 1680 على 180 يعني اكبر من 933 من 100 سم. نفس القصه واي 400 على اي واي اقل من كام؟ يبقى الاي واي لازم يكون اكبر من 222 من 100 سم. يبقى دايما هتبقى خطوه الاستفلس دي مجرد خطوه بنحتاجها بس للتذكير يعني. بس احنا كده كده في النهايه يا جماعه هنحسب لاندا اكس ونحسب لاندا واي مش هنعمل حاجه يعني. بس بكتبها كده وخلاص استفلس كونديشن لاندا اكس لاندا واي. ده مش كده؟ ستريس كونديشن. عايز اجيب بقى الاريا بتاعت العمود. طبعا هقسم الفورس على الايه؟ زي الفورس فاهمين؟ على الاف سي واحرم منين كيس اي ولا بي؟ معظم العمود كيس اي. الا لو انت عامل جدول وهو قال لك كيس بي. طبعا مفيش بقى لا 6 من 10 ولا مفيش كلام من ده، كده جاي في الكومبريشن اصلا كان في 85 فاكر بقى مفيش في العامل ده انسيمتريك كده 6 من 10 كمان انا ايه بقى بس يغير عوض معايا كده ها بكام النورمال؟ بكام الاف سي؟ 10 دي قيمه ولا فار؟ يطلع الاريا تساوي 142 فرق. هنعمل دي؟ بتاع عباره عن ايه؟ الفلانج اي هروح داخل الجدول جايب اي وطبعا هنكبر شويه فاكرين الكلام ده؟ المهم جبت انا اريا 181 يعني تناصر نمبر 360
لما تساوي 60 مساحته 180، انت عايز كام؟ 180. تمام. بالمره بقى احط الاي اسمه الاكس واحط الاي اسمه الايه؟ واي. اي اسمه الاكس بكام؟ ب 15 و6 واي اسمه الواي ب 7 ب 49. هل بس نحتاج كده؟ لا، كمان بنحتاج الابعاد. دي كام دي؟ ودي كام؟ دي كام؟ واحد وربع واثنين وربع. حد قاعد ما يعرفش يخش جدول الاي ويجيب الارقام دي؟ يعني لو تيجي دلوقتي تفتح نمبر 360، جدول نمبر 360 ورد فلان، هات لي ابعاد اتش وبي وسمك الويب وسمك الفلان، هات لي اي اسمه الاكس واي اسمه الواي، هات لي اريا. الكلام ده فيه مشكله يا جماعه؟ حد لسه نعمل ايه؟ تشيكين. حد فاكر اسم التشيكين حتى؟ بس على فكره مش في سنه الامتحان ابدا. انا بعمل اللي انا عايزك تعمله. فكرك بالكومبريشن بتعمل فيه ايه؟ هي دي مساله من الاول اصلا. تشيك لوكال باكلينج وتشيك ستريس اهو. خطوه ثلاثه ايه؟ تشيك تشيك لوكال. فاكر ان جيم في تشيك؟ حد فاكر بنعمل ايه في لوكال باكلينج؟ لمبه ده كان في الانجل بي على تي صح؟ بس ده اي. اي بس خدناها بره. ها؟ ويب و خدناها فين دي؟ كان عايز يشوف فين دي معايا دي؟ في كرينجر؟ عايز يشوف. حد فاكر دي ويب على تي ويب؟ حد فاكر اصلا ايه دي ويب ده؟ حتى دي كان بيساوي اتش ناقص 4 تي صح؟ يعني 36 واطرح منها 4 في 2 وربع يعني. تمام. على تي ويب اللي هي واحد وكام؟ احسبها بس دلوقتي معايا. طيب بالنسبه للفلانج كنا بنقسم السي على ايه؟ بكام السي؟ قال لك بعد الدوران ده اهو في الحته دي. يعني مش البي كلها، مش ال 30، امال ايه؟ البي اطرح منها سمك الويب واثنين فلانج على اثنين. اخد البي كلها اطرح منها ويب واثنين فلانج واقسم على اثنين، او حد يقول لي ممكن اخد نص البي واطرح منها نص الويب وفلانجه واحده، ما هي اهي نص البي واطرح نص الويب وفلانجه واحده، هي اهي. وفي الاخر اقسم على اثنين وربع اللي هي سمك الايه؟ حلو. اذا مش كل مره هقرا معاك الحته دي كده كده خلاص قطعتنا يا اي يا سي يا زاويه. حتى في البيلت اب هي برضه في الاخر بقى اي، لكن كل مره هركز معاك انا بقارن بكام وانا في السؤال. فرنجة يا جماعه موجوده في الكود صفحه 11 ويب صفحه 9. المهم تفتح برضه الكلام ده تبص عليه مره يعني. نحاول خليها صفحه 11 لانها بيني وبينك صفحه بالتحليل. يعني يعني اي فلانج هتقابلك في اي قطاع في السياعه دي فلانج هم رقمين 16 و9 على جهاز الاف واي ده لو كومباكت و23 لو ايه؟ كومباكت. لا يعني مش عايز اقول ان مفيش فرق بين فلانج في عمود او فلانج في كاميرا. اه انت عارف ليه؟ ان هي فلانج. مفيش فرق بين فلانج في عمود وفلانج في كاميرا. ها؟ اولا بالنسبه للعمود بيبقى عليه من الكومبريشن. فبالتالي كل القطاع اندر كومبريشن، ففي فلانجه مضغوطه والثانيه مضغوطه والويب كله مضغوط. ده العمود. لكن بالنسبه لفلانجه الكاميرا يبقى في شد وضغط، في فلانجه مشدوده وفلانجه ايه؟ بس برضه في فلانجه مضغوطه. فانا بصمم اقص على فلانجه مضغوطه، يعني عايز اقول ان كده كده في القطاع اكيد فلانجه مضغوطه. فكده كده الارقام دي بتاعت اي فلانجه مضغوطه، يعني كده كده قلنا الفلانجه بتاعتها. مش علاقه اصلا بالعمود او الكاميرا، اي فلانج 16 و9 على اف واي ده لو هي كومباكت. اما الويب لا، هتلاقي صفحه 9 اصلا صفحه مش بنت حلال خالص. ليه بقى؟ متقسمه ثلاث حالات، ويب في عمود فكله كومبريشن زي اللي قلت من شويه، ويب كله كومبريشن، ولا ويب في كاميرا فنصه تنشن. حاسس الكلام ده ولا انت فاهمين بتكلم في ايه؟ شكل ستريس ونص كومبريشن، يعني يا كله كومبريشن يا اما لو كاميرا نص ونص، او حاله ثالثه بقى كمان عمود عليه ام وان كمان حاجه ثالثه خالص. خلينا دلوقتي حالتنا احنا دلوقتي ويب في ايه؟ يعني كله ايه؟ فالرقمين بتوع الكومبريشن 58 على جهاز الاف واي و64 على جهاز الاف واي. فبعد اذنك زي ما طلبت منك تبص لي على تشيكات الكومبريشن
على الصفحه التاسعه دي برده بص لها عليها محتاجها قدام. ايوه هي صفحه عشان كده بعدها ليها كلام على قدامك بسرعه بسرعه معاكم لكم ولا ايه يا شباب؟ زين المهم الصفحه التاسعه. الصفحه التاسعه اول حاجه الويب عليه بيندنج وراسم لك اللي ايه شد وضغط زي ما انا بتكلم اهو وقايل لك ال 127 وال 190 بتوع كومباكت تمام كومباكت اللي احنا خدناهم في الجريند الجاي 127 على جهاز الفاي و 190 بعدها على طول الويب بتاع الكومبريشن متقسم برضه ايه كومباكت تمام كومباكت الرقمين 58 بيلعب في الموبايل و64 58 وايه وفي حاله ثالثه كمان مش موضوعنا دلوقتي فيا ريت تبص لي بالصفحه دي برضه يعني هنحتاجها قدام كتير يا شباب بس طبعا في الاول وفي الاخر ده اي سيكشن يعني ايه؟ ها؟ متماسك اكس وواي يعني القطاع ماله؟ يعني هيطلع معاك اقل من 58 ده الويب وكمان الفلان ده بتاع اقل من كام؟ 16 وكسر نيجي على التشيك الرابع والاخير شوف تشيك على ايه؟ طبعا عايز اقسم الاستريس على بتاع العمود، هقسم حمل العمود على ايه؟ ايوه كام حمل العمود؟ وكامل اريا حمل العمود 100 طن على الاريا او الكروس سكشن اريا بتاعت العمود اللي هي 181 سم من الجدول مطلعها ستريس بوينت 552 طن على ايه؟ ولازم الناتج ده يكون اقل من الاوفر ستريس كومبريشن بكام ده؟ يقول لي ما اعرفش لسه هو حد اللي 7/10 لازم احسب ايه؟ لامدا اكس وايه؟ طب ما يلا تحسبه سهله قوي يعني لامدا اكس بتساوي لامدا واي بتساوي بكام ال اكس؟ وكام ال واي؟ عرفت افاده الباكينج لينس؟ والميزه اللي دي مساله تافهه اصلا يعني مهم عمود اي سيكشن يعني اي اكس واي جاي منين؟ من الجدول اي اكس بكام؟ واي واي بكام؟ جبنا لمدتين اكتب الناتج نكتب الناتج لمدة اكس من 107.7 من 10 لمدة واي من 53 وكام؟ انا عايز يعني لمدة فيهم اكبر ولا اقل من 100 يبقى الاف سي بتساوي 107 تربيع 7500 على 107 تربيع بيطلع بوينت 6.2 اذا دلوقتي القطاع العمودي يشيل بوينت 6.2 لكن هو عليه بوينت 5 بس يعني سيف ولا انسي يعني سيف ده اللي كنت اقصده يا جماعه تشيك لوكال وستريس ده اللي بيحصل معاك في القطاع الممبر كومبريشن في التيم الاول هو ديبك اختلاف الداتو انجل ده يبقى اسهل انت عارف انت بتروح تدي احسب انت اي اكس واي واي لو حد فاكر حاجه يعني لكن ده اي اسهل اي اكس واي منين؟ من الجدول لكن عشان كده قلنا دي مساله مش هتسجل معاك خالص بس كان مهم افكرك فيها بالخطوات اللي ايه؟ عشان المره اللي جايه بقى هنكمل اعمده صح بقى هنصمم اي عمود تتخيل شكله هنتعامل معاه ازاي بس لازم تبص لي على الباكينج لينس بص لي على اللي انا قلت عليه ما قلتش